يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قوله سبحانه هل تعلم له سميا، هل المقصود بذلك لفظ الجلالة الله؟ رب السماوات والأرض فاعبده فاصطبر لعبادته. هل تعلم له سميا؟ رب السماوات ما له سمي يشابهه يستحق اسمه، ما أحد يستحق اسمه على الحقيقة أو شيئا من أسمائه على الحقيقة. أما أنه يشابه في اللفظ العزيز الملك ما أشبه ذلك، اللفظ لا بأس، أما المعنى يختلف، الحقيقة تختلف. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بما أن اسم الله هو الذي يقول الشيخ ابن سيري رحمه الله على هذه الآية فيها أنواع التوحيد الثلاثة، فاعبده واصطبر لعبادته رب السماوات والأرض، يقول هذا في توحيد الربوبية، فاعبده واصطبر لعبادته هذا في توحيد الألوهية، هل تعلم له سميا هذا في توحيد الأسماء والصفات، في آية واحدة أنواع التوحيد الثلاثة. نعم.